الحته اللي فاتت دي. معلش استاذ جهان تاني المعلومه الخاصه بالجزء الثاني من كلامك اتفضلي. خط فصل معانا ام فارس. اهلا بيك يا ام فارس. ام فارس اهلا بيك اتفضلي. ام فارس اتفضلي. يا اهلا بيك اتفضلي. احنا بنحترم قناه ال ال تي سي وبنحبها خالص، كل البرامج اللي فيها برامج هادفه، وبقول للمجلس الاعلى للاعلام يعني هو نقى برنامج لاعلام عزيز على قلبنا وبنحبه وبينصف الغلابه، ويعني هو شاف ايه غلط؟ يعني هو سايب البرامج الهايفه للقنوات التانية وعينيه مش جايبه لبرنامج صح النوم. انا بشكرك يا ام فارس. معايا ايمن. اهلا بيك يا استاذ ايمن اتفضل. يا ايمن اتفضل. اهلا بيك يا استاذ ايمن اتفضل. معلش يا استاذ احمد الاعداد ما سمعنيش كويس، حضرتك قلت لي خد رقم تليفونك من الاعداد. ايوه ما سمعنيش كويس واختصروا الخط. لا ارجع اتصل بيهم تاني قول لهم بس ان انا عايز اسيب رقم تليفوني لاحمد عبدون هياخدوه من حضرتك. طيب نلحق بس ناخد مقال تاني ولا عايز تقول؟ مش محتاج تحقق الحلقه اصلا، مقاله اكبر من الحلقه. تمام كده حول المقاله. طب ما ترد على الاسئله اللي هو ايه؟ قول الاسئله. هي السؤالين اللي كلمك فيهم موضوع الامى واللي كان فيه هو لو انا الرسول عليه الصلاه والسلام اصدر. طب هقول لحضرتك الرسول عليه الصلاه والسلام لو كان صدوري امره بحف الشوارب واحلق اللحى نقطه ما كانش قال ولا تتشبهوا باليهود. يعني لو كان هذا امر، هي الفكره انه استشارهم في الشان ده كيف نتميز عن هذا عما نحن فيه، فاتفقوا على انه هو يتم حلق كذا ويحف الشارع ويحف كل حاجه. ايوه هو لم يكن تنزيلا من عند الله بحيث انه كان لا اطلاق. هو يزول كل حاجه. الرسول يقول حاجه دي ما هيش اجتهاد، ما هوش تشريع بالنسبه لي. الرسول لما يقول لي حاجه ما هوش تشريع بالنسبه لي، ولا اقول له هات لي القران الاول والا مش هاخد كلامك. لا 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 اطلاقا. من قال؟ لكن من الممكن ان يكون هذا صالحا في فتره من الفترات ومصالحا.